بسم الله، ان شاء الله مع بعض هنشوف موضوع اللاي اوت في برنامج الارشيكات. من نافيجيتور هقول له انا عايز ادخل على اللاي اوت، اجي الاقي هنا دي اللاي اوت اللي عندي، تمام. بلاقي فيه فريم موجود وبلاقي فيه بعض الفيوهات او بعض السكاشن او بعض الواجهات. ممكن اعمل لاي اوت جديد، اقول له نيو لاي اوت وهختار الاسم بتاعه، تمام، واقول له انا عايز كرييت للاي اوت دوت، تمام. ابدا احط اي فيو انا عايزه، وليكن مثلا الفيو دوت، تمام. طيب لو انا عايز اكتب اي حاجه، هاجي هنا تكست واكتب مثلا ارشيكات، تمام. طيب عايز احط صورة، اجي من فايل external content place external drawing، وممكن احط صورة او احط PDF او احط ملف وورد، او في حاجات كتيرة ممكن احطها من هنا. يعني ممكن احط مثلا ملف DWG او DXF زي ما انا عايز. خلينا نختار اي صورة، وليكن مثلا أي صورة، تمام. وأحط الصورة أهيت كده، الصورة نزلت معايا. لو أنا جيت هنا هلاقي الصورة أهيت. لو في أي وقت الصورة اتغيرت في مكانها وعايز أعمل لها أبديت، يعني مثلا حد دخل الصورة دي عدل فيها أي حاجة، أروح معلم على الصورة وأجي هنا أقول له أبديت، فيعمل أبديت للصورة ديت، أو ممكن أشيلها لو أنا مش عايزها.